بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنعمل زيارة للموقع، وفي بس عدة ملاحظات كده صغيرة بالنسبة للايه للريتيننج جول والقاعدة بتاعتها. احنا اولا دلوقتي في جزء، يعني لما تنزل تبقى قدام الاساسات وفي وشك الريتيننج جول، احنا على ايدينا الريتيننج جول على ايدنا الشمال، تمام؟ دي فيها ملاحظة مهمة، ان احنا واقفين دلوقتي فوق قاعدة خرسانية مسلحة، تمام؟ وانا يهمني جدا ان القاعدة دي تبقى مربوطة بالقاعدة بتاعة الريتيننج جول. الواضح من عندي كده ان الحديد بتاع الحيطة مش مكمل وداخل جوه القاعدة الخرسانية المسلحة، وبناء عليه هخرم جوه القاعدة جوه سمك الخرسانة المسلحة مسافة 20 25 سنتي او 30 كمان، وازرع السياخ دي لغاية ما تقر جوه مع الايه مع الحديد اللي موجود في الخرسانة المسلحة الاصلية اللي عندي. يبقى في الجزء ده انا ايه سيفت نفسي وربطت القاعدة المسلحة بتاعة الحائط الخرساني مع القاعدة الخرسانية بتاعة المبنى نفسه اللي شايل العمود بتاع المبنى. دي أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة للحائط، الاتفاق إن هو المفروض حسب إن الرسومات حسب الرسومات، يعني إن أنا لما أبص على الحائط اللي قدامي ده بالنسبة ألاقي للفونديشن بالنسبة للفونديشن ألاقيه في نص القاعدة، هو واخد طرف شوية على الشمال. فطبعا بالنسبة إن أنا مش هقدر أقعد أفك وأعمل الحاجات دي تاني من الأول، فإيه حلها إيه إن شاء الله يكون بسيط، يعني زي ما اتفقنا إن إحنا نربط القاعدة المسلحة بالحائط بالطريقة اللي أنا قلتها. تاني حاجة، أنا عندي السيخ البراني اللي أنا مشاور عليه ده دلوقتي، المفروض ده يكون جوه السيخ الرأسية، زيتين. زي اللي هو الجنب اللي جنبه هنا مش براه، ده زي برضو ما موجودة بالرسم. يعني زي أنت شايف أهو الأفقي على إيدي الشمال والرأسي أهو على إيدي اليمين، بمعنى إن الأفقي جوه الرأسي، الناحية التانية لا، هو مش معمول كده، فاحنا عايزين ان الافقي يكون جوه الرأسي بالنسبة للجزئية دي. وطبعا ايه داير ما يدور حوالين الريتيننج وول كلها بتاعة المبنى. ده داير ما يدور هتصور من الاول كده بالنسبة للديل، ونعمل زوم عليها كمان بيبص على السيخ الافقي اللي هو ناحية الحيطة الجواني، هيلاقيه ان هو بره الاسياخ الرأسي، انا لا لازم يكون جوه الاسياخ الرأسية. طبعا دي طبعا ايه الاعتبارات انشائية والاحمال وحاجات مهمة برضو ايه يعني تاخد في الحسبان. تاني حاجة، انا الحديد التسليح يعتبر التربيط بتاعه كويس، مع بعض الملاحظات ان في حاجة زي اللي قدامي دي مش مربعة كاملة، فلازم الحاجات دي هتتراجع كلها. لازم يديني المسافات كلها، التقسيط بتاعها 20 او 15 سنتي زي ما موجود على اللوح، كلها كاملة مش نصها او ربعها. بسكوت وتاني حاجة ان هو مرفع بالزلط، انا شفت ان كان فيه بسكوت، فليه ما خمسة سنتي يرفعش بالبسكوت؟ والبسكوت اصلا 5 سنتي زيه زي القواعد، فاحنا ليه ما نشتغلوش؟ لازم كله يشتغل. تاني حاجة والاهم بقى، ان انا شفت هو مدد السيخ، السيخ اللي انا ماسكه ده، تمام؟ السيخ ده لما بمشي معاه للاخر هو مده لغايه وش الخشب، وده كفر حلو موجود هنا بتاع سنتي او سنتي ونص بالنسبه للحيطه. ليه بقى ما عملتش الحركه دي في الجزء الثاني من الحيطه، بحيث ان هو لازق على طول السياخ في الخشب، ودي هتعمل لنا مشاكل لما يجي فوق، لان هيبقى كده الحديد لو في جزء اهو اللي عند صباعي ده لما يجي يتصب مش هياخد كل الحديد، بالعكس ده الحديد لما يجي يتصب ويفك هيبقى في جزء كبير منه بارز، المفروض يكون واخد باله من الحاجات الصغيرة دي. طبعا ايه داير ما يدور مع القاعدة كلها. في ملاحظة تانية انشائية بالنسبة واحنا واقفين هنا، بما ان احنا قدام الحيطة دي، فانا يهمني بما ان هو الحيطة كان في الاصل انها لازم تبقى في السنتر بتاع القاعدة، بس احنا حطيناها على الحدود البرانية مفيش مشاكل، يبقى لازم اربط الحائط اللي هو الخرساني ده بالمبنى نفسه، وهيبقى عن طريق ان انا قدامي القاعدتين بتوع عندنا المدورة، ادي قاعدة وادي القاعدة التانية، تمام؟ دول هيطلع منهم كمرتين او ميدة زي ما بيقول، هم من هنا عند صباعي كده هيبقوا داخلين على القاعدة الخرسانية دي، هيبقى تسليحها زي تسليح الميد بالظبط اللي اتعملت بالمبنى، وداخل جوه الحيطة اللي جوه اللي هو جوه سمك الخرسانة 30 سنتي بمسافة اللي هم 3 أسياخ بنفس تسليح الميدة اللي كانت معمولة في كل الميد اللي عملناه قبل كده. ونزرع أسياخ 20 سنتي. تمام. وبرضه هنعمل نفس القصة بالنسبة لإيه للقاعدة الخرسانية الناحية التانية اللي هي المدورة. وفي ملاحظة ثالثة،
احنا لما اتفقنا ان احنا هنقلل طول الخرسانه المسلحه بتاعه الحائط في الجزئيه دي، انا قلت انها هتمشي مع وش الميدة مع وش الميدة اللي انا واقف قدامها، تمام؟ مش معنى ان انا قلت انها هتمشي معايا يعني انها مش هتكمل، لا، ده انا عايز الميدة تبقى داخله مكمله داخل جوه الحائط الخرساني. الزرع يا شيخ، الزرع اللي طبعا دي هنعملها بطريقه تزريع الاساس، واهم حاجه ان انا هربط برضو الحائط اللي هو على ايد الشمال حاليا بالمبنى عن طريق ان انا هربط اعمل الكاميرا اللي او الميدة دي بنفس تسليح الميدة اللي احنا صبناها قبل كده. طبعا دي زياده الامان لا اكثر ولا اقل. ده بالنسبه للحائط الخرساني المسلح.